السلام عليكم، حييكم اللعيبة، معاكم عبد الكريم. موضوع حلقتنا اليوم جدا مميز وينتظره كل عشاق فيفا. حنتعرف على فريق السنة من فيفا 21، اللعيبة اللي تم اختيارهم في الفريق، إحصائيات بطاقاتهم وأكثر. لكن قبل ما نوصف حلقتنا لليوم، لا تنسوا زر اللايك، الاشتراك بالقناة وتفعيل جرس التنبيه يوصلكم كل جديد من بلاي ستيشن. إذا في منكم أحد ما يعرف معنى فريق السنة من فيفا، تخيلوا أنه تم ترشيح 70 من أفضل اللاعبين على مدار 12 شهر للحصول على مركز في فريق السنة لهذا العام، مع أكثر من 10 مليون صوت لتحديد مين وصل إلى النهائي 11، القائمة النهائية من أفضل دول العالم. يتم إصدار عناصر خاصة من لاعبي فريق السنة اللي تضم أعلى تقييمات لهذا الموسم في فيفا أولتيمت تيم، والفترة محدودة من 22 يناير للاحتفال بالأداء المذهل لكل لاعب على مدار العام. الآن مع انتهاء التصويت، تعرف على الفريق النهائي اللي تم اختياره والأداء الرائع خلال سنة تعتبر غير اعتيادية لكرة القدم. هذا هو فريق السنة. حارس مرمى فريق السنة هو مانويل نوير. المدافعين هم ترينت ألكساندر أرنولد، فيرجيل فان دايك، وسيرخيو راموس، وألفونسو ديفيس. لعيبة الوسط هم برونو فرنانديز، وكيفين دي بروين، وجاشوا كيميتش. وأكيد مهاجمين فريق السنة هم كيلين مبابي، وروبرت ليفاندونسكي، وكريستيانو رونالدو. تم اختيار اللاعبين كأفضل لاعبين من السنة الماضية، ويتم منحهم البطاقات الأعلى تقييماً مع إحصائيات مذهلة. نبدأ ببطاقات المهاجمين أولاً. كريستيانو رونالدو الحاصل على تقييم 98، زيادة كبيرة في مهاراته، وأغلبها بإحصائياته البدنية اللي ارتفعت ب 11 نقطة. الدفاع 9 نقاط، والتمرير 8 نقاط، مقارنة بإصدار الذهبي المصنف ب 92. حصل ليفاندوفسكي المصنف ب 98 على ترقيات أعلى، خاصة سرعته زادت 13 نقطة، والقوة البدنية 12 نقطة، والدفاع 9 نقاط، مقارنة ببطاقته الذهبية ذات التصنيف 91. وحصل امبابي المصنف 97 على تعزيزات كبيرة، ولكن ليست بمستوى البقية. عند النظر إلى نسخته الذهبية ذات التصنيف 90، تم تعزيز جميع إحصائيات امبابي بما في ذلك القوة البدنية ب 11 نقطة، والدفاع 11 نقطة، والتمرير 11 نقطة، والتسديد 10 نقاط. لاعبي خط الوسط. برونو فرنانديز هو لاعب خط الوسط الأعلى تقييما في فريق السنة، تقييم 98 للتمرير، ومراوغة بتقييم 97، وتسديد 97، و90 للسرعة. بطاقة رهيبة مقارنة ببطاقة الذهبية النادرة. المايسترو كيفين دي بروين. الإحصائيات اللي تميز لاعب كرة القدم البلجيكي هي التجاوز بتقييم 98، المراوغة 94، وكذلك التسديد 94. أخيراً لسد الفجوة بين الدفاع والهجوم، عندنا جوشوا كيميتش من بايرن ميونخ. الإحصائيات اللي قادت الطريق لهذا الوحش الألماني هي التجاوز 96، المراوغة 94، والدفاع 94. حصل ديفيس ذو التصنيف 93 على زيادة هائلة في المهارة، خاصة بإحصائيات التمرير 20 نقطة، والتسديد 16 نقطة، والدفاع 15 نقطة، والمراوغة 14 نقطة، مقارنة بإحصائياته لنسخته الذهبية بتصنيف 81. ديفيس عنده سرعة لا تصدق ب 99 نقطة. لا يوجد لاعب آخر في المجموعة حقق 99 نقطة سوى امبابي الحاصل على 99 نقطة للسرعة. لاعبين مثل رونالدو وليفاندونسكي وبرونو فرنانديز حاصلين على 98 نقطة للسرعة. حصل ألكساندر أرنولد المصنف ب 94 على ترقيات مذهلة في التسديد ب 15 نقطة، والقوة البدنية 13 نقطة، والسرعة 12، والدفاع 11 نقطة، مقارنة ببطاقة الذهبية المصنفة ب 87. فيرجيل فان دايك ذو التصنيف 96 ارتقى بدفعة جيدة لسيرته، 17 نقطة للسرعة، والمراوغة 10 نقاط، بالمقارنة مع نسخته الذهبية ذات التصنيف 90، ولكن ليس بقدر الآخرين لما يتعلق الأمر بمهاراته الأخرى. حصل راموس ذي التصنيف 96 على ترقيات رائعة، 13 نقطة للمراوغة، والسرعة 12 نقطة، والتمرير 11 نقطة، والتسديد 9 نقاط، مقارنة ببطاقة الذهبية ذات التصنيف 89. أخيرا بالنسبة لحارس المرمى، حصل نوير ذي التصنيف 96 على زيادات مختلفة عن البطاقات الأخرى مع التركيز على مهاراته في حراسة المرمى. السرعة 12 نقطة، والقفز 8 نقاط، والتمركز 8 نقاط، وردود الفعل 7 نقاط. بعد ما تعرفنا على تقييمات اللاعبين، جاء الوقت نشوف فريق السنة في الملعب. مبابي
Mbappe, Lewandowski. تكفى كريستيانو هيد. And a chance to whip it in here. Well, they couldn't take advantage of the opportunity. Genuine excitement here. I say that because it's debut day for Robert Lewandowski. Lee, what are you expecting? Position taken up by Mbappe. يا سلام الله مضيع يا سلام اي كم مبابا ها ديل يا سلام يا عمري Well, here's the replay. Great disguise on the pullback cross, and then through on goal. وبكذا ألقينا نظرة على فريق فيفا 21 لهذه السنة. تتفقوا مع اللاعبين اللي تم اختيارهم من المجتمع؟ إذا ما تتفقوا، قولوا لي مين برأيكم كان يستاهل مقعد في فريق السنة لأولتيميت تيم. أتمنى أنكم استمتعتم بحلقتنا اليوم. لا تنسوا اللايك، الاشتراك بالقناة، وتفعيل جرس التنبيه ليصلكم كل جديد من بلاي ستيشن. سلام.